الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فحاصل كلام الأخت أنها تريد أن تستر على نفسها وعلى مشاكلها مع زوجها، فأحيانا تحدث مشاكل بينها وبين زوجها. تسألها أمها هل بينكم شيء؟ فتذكر قدرا خفيفا من المشاكل وتمسك عن الباقي. أحسنتي، إذ صنعت ذلك أولا سترا عليك وعلى زوجك، ثانيا لعدم إدخال الحزن على أمك. فهنا أنبه على أمر، أن الأبوين الكبيرين خاصة لا ينبغي أن يدخل عليهما الأبناء حزنا، ولا أن يقلقوهما بما لا قدرة لهما على دفعه من الهموم والأحزان. وأستدل لذلك بأن الرجل الذي هو أحد الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، كان يذهب يأتي باللبن حتى يسقي أبويه الشيخين الكبيرين فناء به الطلب يوما فرجع وقد نام. شهدي أنه لم يكره، أنه كره أن يوقظهما، أي تركهما يأخذان حقهما من الراحة. فهذا ملحظ طيب، إذا كان أبوك كبيرا لا يستطيع أن يفعل معك شيئا إلا الدعاء، فلا تذهب كل يوم تخبره بمشاكلك وهمومك وهو لا يملك شيئا إلا الدعاء. إذن قل له إجمالا: يا أبتي، أحتاج إلى دعائك، بصورة طيبة. فالأخت السائلة أحسنت جزاء الله خيرا، إذ أنها سترت على نفسها مع زوجها، وفي ذات الوقت فإنها لم تكذب، وفي ذات الوقت لم تدخل حزنا على أمها أو أخواتها. فأنت محسنة، بارك الله فيكِ.